بهت ما فرحتش بها باسكو 19 سنه وانا نستنى فيها، والاختيار اللي خياته ماشي هو اللي عطاوه لي، هذا هو. بعد واش نقول لك؟ ها انا خيطت المالحه، خيطت سيدي عبد الله، خيطت الغايب، عطوني بوينان معليش. ما عندي طعن ما والو باسكو ما فيهاش طعن، هذه ما فيهاش طعن. ويعني بعد ما دوك واش يعني الانسان بعد ما راح العمر راح الشباب يقضي فيها الشيخوخه تاعو دوكا، هذه هي ما فيهاش فرحه وكما ينبغي الحال. واخديتها في شبابي بالك تكون عندي فرحه، بصح في كهولتي ما فيهاش.